دكتور مصطفى التكلفة؟ هو شوف اولا يعني كده قول لي انت باعتبارك يعني راجل اقتصادي كبير فانت المشروع ده بيمثل لك ايه؟ هل فرحان زي يعني اكيد فرحان هدف اي هدف اي اقتصادي ايه؟ ان يستطيع ان يستخدم ما يتاح من موارد لتنميتها وان تضيف الى النمو الاقتصادي واثراء المجتمع. لما ننظر الى موقع قناة السويس وندرس خريطة العالم نجد أن جميع الدراسات التي تتم في هذا المجال سواء مجال الجغرافيا السياسية أو أي مجال آخر تؤكد أن هذا الموقع يعتبر موقع فريد وأنه مورد يتعين استغلاله على النحو الأمثل. تعثر الأمر والاستفادة من هذا الموقع وما يمثله من إمكانيات ضخمة لأسباب عديدة، إما لعدم توفير التمويل، إما لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي، إما لوجود مشروعات أخرى لها سرعة العجلة مما أدى إلى تأجيل مثل هذه المشروعات الكبيرة المهمة. لكن في النهاية أتيحت الفرصة الآن. طب بصراحة قبل الآن أيام حضرتك كنت في الوزارة الموضوع طرح أو حضرتك أو طرح عليك أو فكر كان في تفكير بهذا الشكل؟ لا لم يكن له هذا الإلحاح ولم يكن هناك التفكير الجاد التفكير فيه يعني. لأن في ذلك الوقت طبعا التهديدات التي كانت تقوم بها إسرائيل في المنطقة كانت بتدعو البعض إلى القول بأن من الأفضل عدم إنفاق أموال في هذه المنطقة. لكن هذا الفكر في الواقع أنا لا أؤيده تأييدا كاملا، ولكن من الممكن التغلب على هذه الاعتبارات بمزيد من الإماء، بمزيد من المشروعات، بمزيد من الكثافة السكانية في المنطقة إلى آخره من هذه الاعتبارات. المشكلة كلها الآن التي تدعو إلى التساؤل كيف سيتم التمويل، وده السؤال الذي اقترحته الآن. أنا أعتقد أن أهم نقطة في الحديث اليوم أن تمويل هذه التوسعات وهذه التطورات في قناة السويس سيتم بتمويل مصري، لأن هذا مشروع قومي حيوي، وده اللي قاله الرئيس مصري تمويل ومجهود وشركات. حتى يملك سهم في هذه المشروع في مشروع تطوير قناة السويس اللي يقيم مشروعات بعد كده صناعيه او الى اخره. لا، فكره الاسهم مصر ايام طلعت حرب بامت على الاسهم من الممكن. صح.